المسائية من الميادين وفي عناوين ملفيها لليلة. بوتين يكشف بالوثائق انقلاب كييف على مسودة اتفاق سلام العام الماضي، تأكيد لدور الغرب في إدامة الصراع، ماذا في التوقيت ورسائل الإعلان. الاحتلال يتغول في استيطان الضفة الغربية ويقلص مراحل المصادقة على خططه لتسريعها، أي تبعات لهذا التصعيد الخطر؟ مساء الخير. تساؤلات كثيرة طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كيفية ضمان أي اتفاق سلام مع أوكرانيا، ولا سيما خلال استقباله قادة من أفريقيا جاءوا للتوسط في حل الصراع الأوكراني. مشروع هذه المعاهدة المسماة الحياد الدائم والضمانات الأمنية لأوكرانيا موقع من قبل الوفد الأوكراني. لن أدخل في التفاصيل، لكن بعد أن قمنا بسحب قواتنا بعيدا عن كييف بناء على المعاهدة، ألقت سلطات كييف بها في مزبلة التاريخ. فما هي الضمانات بأنهم لن يخرقوا أي اتفاقيات أخرى؟ بوتين يكشف خلال لقائه القادة الأفارقة عن وثيقة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا ويؤكد إخلال كييف بها. يؤكد الرئيس الروسي أن من بدأ الصراع هما كييف والغرب قبل وقت طويل من إرسال روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، وحملهما مسؤولية الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية الذي كانت الدول الأفريقية أكبر المتضررين منه. بالتوازي يصوب كثيرون أصابع الاتهام إلى الدور الغربي، يستحضر هؤلاء زيارة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى كييف. آنذاك وفق مجلة بوليتيكو حثت جونسون الرئيس الأوكراني على قطع المحادثات مع روسيا لأن الغرب لا يرى إمكانية تفاوض مع بوتين وأن الغرب ليس مستعدا لنهاية الحرب أيضا. لمناقشة ملفنا الأول في المسائية نرحب بضيفينا من موسكو المحلل السياسي أندري أونتيكوف، والترحيب موصول أيضا من لندن بالمحلل السياسي والاستراتيجي مايك إنغرام. أهلا بكما ضيفينا العزيزين. أبدأ معك سيد أونتيكوف. الرئيس الروسي يكشف كيف أخلت كييف باتفاق العام أو ربيع العام الماضي 2022 تحديدا في تركيا. لماذا الآن بالتوقيت كشف عن ذلك الرئيس بوتين وأمام وفد الرؤساء الأفارقة، وأيضا ما دلالات مضمون هذا الاتفاق وهذا الإعلان؟ أنا بصراحة أود أن أذكر أن قبل بعض الأيام لهذا الإعلان للرئيس الروسي كان هناك تصريح مشابه لرئيس ألكسندر لوكاشنكا رئيس بيلاروسي حول نفس الموضوع، فهو أشار بأن كان هناك تفاهمات من قبل الجانب ما بين الجانب الروسي والأوكراني بخصوص هذه الأزمة. فلذلك أنا أعتقد أن هذا التصريح اليوم لرئيس فلاديمير بوتين يأتي لتأكيد ما قاله لوكاشنكو لكي لا تكون هناك أي مناورات لأي ألاعب الإعلامية حول هذا الموضوع، ويعني بصراحة لي أيضا الهدف ربما لكشف أن روسيا في نهاية المطاف ستكون لديها كثير من الشكوك حتى عندما ستصل إلى التفاهمات في المستقبل مع السلطات الأوكرانية. طبعا نحن ندرك تماما أن التفاهمات الاتفاقيات هي فقط مسألة الوقت. نعم هناك تعويل حاليا على ساحة القتال، ولكن كل عمليات القتالية تنتهي بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقيات. ولكن أنا بس أود أن أذكر أن نحن قد وقعنا على الاتفاقيات مينسك مع الجانب الأوكراني ولم تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ. كذلك كان هناك هذه التفاهمات مع الجانب الأوكراني في بداية عام 2022 دون أيضا دون دخول حيز التنفيذ. فلذلك طبعا روسيا ستفكر مرارا وتكرارا عن توقيع الاتفاقيات الجديدة مع الجانب الأوكراني، وطبعا روسيا ستشكل الظروف لم تكن مخرج منها لكي تدخل هذه الاتفاقيات المستقبلية حيز التنفيذ. سوف نتحدث عن الاستراتيجية الروسية المستقبلية انطلاقا من هذا الإخلال الأوكراني، ولكن إذا ما عدنا بالتاريخ إلى وقت هذا الاتفاق تحديدا في ربيع عام 2022، هل كان الرد الروسي بإجراء الاستفتاء مباشرة في هذه الولايات تحديدا هذا كان نوع من الرد الروسي على هذا الإخلال الغربي والأوكراني بها أو بهذا الاتفاق؟ أنا لا أعتقد بأن كان هو رد مباشر أو توجد هناك علاقة مباشرة ما بين
فشل لتنفيذ هذه الاتفاقيات والاستفتاءات في 4 المناطق الروسية الجديدة. ولكن ما رأيناه هو أن الباب الحوار أصبح مغلقا بسبب هذا الموقف للسلطات الأوكرانية، بسبب الموقف للدول الغربية قبل كل شيء، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. فلذلك أصبح التعويل الرئيسي على ساحة القتال. فطبعا على ما يبدو كان هناك تغيرات في الاستراتيجية الروسية على ساحة القتال، وفي نهاية المطاف نحن توصلنا إلى المرحلة حيث تم تحرير عدة المناطق في عدة المناطق والتي في نهاية المطاف انضمت وأجريت هناك الاستفتاءات وانضمت تلك المناطق إلى صفوف الأراضي الروسية. أي علاقة موجودة، ولكن أنا لا أعتقد بأن هي علاقة مباشرة، خاصة أن يعني الاستفتاءات جرت على ما يبدو بعض الأشهر قبل فشل دخول هذه التفاهمات حيز التنفيذ. أتحول إليك سيد مايك إنغرام. هذه الاتفاقية القديمة التي تتكشف فصولها اليوم المعنونة بمعاهدة الحياد الدائم والضمانات الأمنية لأوكرانيا، كيف قرأت الدول الغربية هذا الإعلان عن هذا الاتفاق؟ ألم تبرز أيضا الدور الغربي بتسعير الحرب وتدخلها لهذه العواصم بمنع السلام أو اتفاق وحل سياسي، وبطبيعة الحال إطالة أمد الصراع المستمر حتى هذه اللحظة؟ Well, to be clear, I mean, there was no final agreement. I mean, I think what we're referring to is a series of meetings. I think there were لنكن six واضحين، rounds of لم يتم talks التوصل earlier, إلى اتفاق دائم أو نهائي. لقد حصلت اجتماعات عدة قامت تركيا بالتوسط فيها بين نهاية شباط فبراير ونهاية آذار مارس من العام الماضي. وقد سمعنا رئيس أردوغان بحديثاته في 29 من آذار مارس في نهاية هذا المسار يدلي ببيان علني يقول فيه أن أوكرانيا قد وافقت على 6 من الشروط الروسية مثل اعتماد اللغة الروسية كلغة رسمية أسوة ببعض التدابير الإضافية، لكن بقيت هناك مسألتان لم توافق عليهما أوكرانيا، وقد عبر أردوغان عن ذلك بصورة واضحة تماما عند ذاك، حيث قال أن أوكرانيا ليست مستعدة بالاعتراف بضم روسيا للقرم، وأن أوكرانيا ليست مستعدة لتقبل استقلال لوغانسك ودونيتسك. بالتالي لا يمكن أن نتحدث عن اتفاق جرى التوقيع عليه وأصبح مبرما ومن ثم انسحبت منه أوكرانيا. هذا ضرب من الخيال، لم نصل إلى هذه المرحلة. ولنكن منطقيين، إن كان قد جرى التوصل إلى اتفاق، أنا متأكد من أن رئيس أردوغان وكان عند ذاك في سنة انتخابية سيتحدث عن الأمر وسيعلن ذلك جهارا. لقد حصل ذلك منذ أشهر عدة، لكن الحديث عن اتفاق مبرم هو أمر خيالي. وبالنسبة إلى التفاوض بنية حسنة، لا بد وأن أشير إلى أن إحدى النقاط الأساسية تمثلت باستقلال هاتين المنطقتين أو هذين الإقليمين، وبعد ذلك بأشهر قليلة قررت روسيا أن تعمل بشكل أحادي على ضم هذه الأقاليم التي كانت تتمتع بالاستقلال الذاتي وأضافتها إلى الأراضي الروسية. وحتى في عام 2014 بالإشارة إلى القرم، نتذكر كيف أن روسيا قامت بالانقلاب على التزامها الذي قطعته في اتفاق بودابست عام 94 بعد 1900 وضمت القرم. بالتالي لم يجري التوصل إلى اتفاق، هذا مؤكد، كانت هناك محادثات وليس أكثر. أما بالنسبة إلى موقف الأطراف والأفرقاء الآخرين في الغرب، فوقت ذاك نتذكر السجلات أنها أظهرت أن رئيس وزراء استونيا كما أذكر وكذلك وزير الخارجية الفرنسي يعبران عن انشغال بشأن مصداقية الضمانات الأمنية الخاصة بروسيا. أما بالنسبة إلى الضغوط التي فرضتها أطراف أخرى من العالم الغربي، صراحة من يعرف ما الذي يحدث تحديدا خلف الكواليس، لكن أن نتحدث عن محاولة مفبركة تماما ومنسقة لتخريب هذا الاتفاق الذي لم يبصر يوم من النور هو فبركة كذلك من خلال طريقة طرح هذه السردية، فهي
إعادة تشكيل سردية أخرى خرجت عن الكرملين في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي وليس فيها ما هو جديد. نقاط عدة أثارها سيد مايك، ما هو ردك سيد أونتيكوف على التشكيك بالتوصل إلى اتفاق، وكما ذكر السيد مايك بأنها كانت عبارة عن محادثات لم توصل إلى اتفاق مبرم وبحضور هذه الدول الضامنة، سيما تحدث عن الموقف التركي، كان هنالك أيضا الولايات المتحدة، الصين بشكل أساسي. ما هو الرد الروسي حينما تشكك هذه الأطراف الغربية حتى بهذه السردية الروسية؟ جزئيا هناك هذا الموقف صحيح، بسبب أن حتى الرئيس الروسي قال بأن لم يكن هناك الاتفاق، كان هناك نوع من التفاهمات، وكان من المفترض أن سيتم إبرام هذه التفاهمات على الورق، وورق هو أشار إلى هذه الورق، إلى هذه الوثيقة خلال خطابه، فقال بأنه يربط ما بين هذه التفاهمات وما بين سحب القوات الروسية من ضواحي كييف كخطوة باتجاه هذا الاتفاق. ولكن على ما يبدو اعتبرت كل من أوكرانيا ومن يقف وراء أوكرانيا هذه الخطوة الروسية. ولكن كان في إجراءات لوجستية سيد أونتيكوف انطلاقا من مسودة الاتفاق هذه، يعني يتحدث الرئيس الروسي بأن القوات الروسية انسحبت من كييف ومناطق أوكرانيا بعد إجراء أو بعد التوصل إلى هذه المسودة. صحيح، هذا ما أقصده، يعني كان هناك توصل إلى هذه المسودة، كان هناك تفاهم مع الجانب الأوكراني، وروسيا انسحبت من ضواحي كييف كما قلت كخطوة، ولكن اعتبرت هذه الخطوة كنقطة ضعف من قبل روسيا، هذا ما اعتبرته هو السلطات في كييف. فبعد ذلك تغيرت الأمور بشكل كامل، فنحن قد توصلنا إلى مرحلة التي نحن نشاهده الآن. فلذلك يعني نعم، توجد هناك كثير من المقترحات حول اتفاق السلام بين الجانب الروسي والأوكراني، الصيني، الأفريقي، غيرها من المقترحات، ولكن الكل ربما يدرك تماما أن نحن بعيدين جدا عن حتى بعيدين جدا عن الجلوس على طاولة الحوار مجددا مع الجانب الأوكراني، بسبب أن يوجد هناك ما يسمى بالهجوم المضاد، وأوكرانيا تعول كثيرا على هذا الهجوم المضاد، الكل يراهن حاليا على ساحة القتال نهاية المطاف. ولكن أنا قلت سابقا بأن ستكون هناك الاتفاقيات، نحن لا نعلم مضمون هذه الاتفاقيات، ولكن في نهاية المطاف الطرفان سيجلسان على طاولة الحوار. وكما قلت سابقا طبعا روسيا لن تقوم بمثل هذه مثل هذا الخطأ، لن تكون هناك سمح لكي تكون هناك تصور لدى الجانب الأوكراني ولدى الجانب الغربي بأن روسيا ضعيفة، هي تقوم بالخطوات لأجل التراجع عن بعض المواقف. روسيا ولذلك كان رغم الواقع الترحيب بهذه المبادرة الأفريقية، الكرملين كان واضحا بأن هنالك صعوبة في تنفيذ هذه المبادرة من 10 نقاط، وسنتحدث يمكن عن مستقبل هذه المبادرات. سيد إنغرام، اسمح لي بنقطة أساسية أعود إليك، هذه الاتفاقية بغض النظر أو مسودة الاتفاقية إن تم التوصل إليها أو المحادثات التي كانت جارية، ألا تأخذنا إلى نتيجة أساسية أيضا بأن القرار لم يكن في كييف بل أيضا في عواصم غربية أساسية، الغرب بين من كان يتحكم بهذا القرار، ونعود لأنه وسائل إعلام أجنبية وليس فقط روسية ربطت بين ما قاله الرئيس فلاديمير بوتين والزيارة التي قام بها آنذاك، نتحدث في بداية هذا الصراع في ربيع عام 2022 رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون؟ هل قام بريطانيا أو وقتها جونسون بإجهاض هذه المحادثات ولأي هدف؟ Well, first of all, I'd like to. I'm glad that it's been acknowledged there actually was no agreement. So any talk of non-compliance. بداية يسرني أنكم أكدتم على أن ما جرى التوصل إليه ليس بالاتفاق. ولذلك عندما نتحدث عن انتفاء وجود اتفاق لا يمكن أن نقول أن هذا الطرف أو ذاك قد تنصل من تطبيقه. أما بالنسبة إلى تدخل الغرب فلا وجود لأي دليل على ذلك. لنكن واضحين، في أوروبا بلدان كثيرة مثل ألمانيا وإيطاليا would like to see a relatively swift end to this conflict and are quite happy
to, you know, I think persuade Ukraine to give up territory to Russia just to get the things وإلى sorted. حد ما فرنسا وغيرها وإلى حد ما فرنسا وغيرها قد تدخلت، ولا شك في أن ذلك يرتب كلفة سياسية، لذلك لا وجود لأي دليل دامغ على ذلك بالنسبة إلى التدخل الغربي وبالنسبة إلى الاعتراضات التي سمعناها من أوكرانيا على هذا الاتفاق، فهذا منطقي من لدن أوكرانيا. هذه الأراضي قد جرى الاستيلاء عليها بالقوة من جانب روسيا، وهي كذلك محط إشكالية فعلية منذ 30 عاما، والمجتمع الدولي ككل لم يعترف ولم يقر بأحقية روسيا في هذه الأراضي، لذلك لا أرى ما هي الإشكالية فعليا، لم يجد التوصل إلى اتفاق. إضافة إلى ذلك أعتقد أنه حتى أكتوبر تشرين الأول من عام الماضي بدأنا نسمع بهذه الفكرة، ومفادها مثلا أن أوكرانيا لم تلتزم باتفاق مزعوم، ذلك بعد الهجوم الروسي الذي حصل وقت ذاك. لذلك نقول أن روسيا بنية حسنة قامت بسحم قواتها من ضواحي كييف في آذار مارس من العام الماضي هو ضرب من ضروب الخيال. لقد فشل الهجوم الروسي بكل بساطة، لقد عرفنا الكثير من الأدلة التي أظهرت أن الهجوم قد فشل. لم نشهد يوما على وقف لإطلاق النار طبق على أرض المعركة. لذلك كما قلت لكم، كل هذه العملية قد توسطت فيها تركيا، ولا أنا متأكد من أن تركيا لو اقتنصت منها أي نتيجة سياسية إيجابية من خلال التوسط والتوصل إلى مسار سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، لكننا قد سمعنا الكثير عن ذلك. ومع ذلك نرى أن تركيا بقيت صامتة حيال هذا الأمر ولم تتحدث عن أي حلحلة أو اتفاق. يمكننا في الواقع أن نتكهن ليلا ونهارا وأن نقول أن الاتفاق يعجبنا أو لا، لكن في نهاية المطاف الواقع هو واقع، ولا بد وأن يتم التأكيد على هذا الواقع من خلال الأدلة الدامغة وأن نستمع إلى البيانات التي نعم. صدرت رسميا. اعتذر عن المقاطعه، ولانك تتحدث عن الادله، هذه الدول الغربيه، هذه العواصم، هي لا تنكر استمرار امد الصراع من خلال تزويد كييف بهذه الاسلحه المهمه التي تعتبرها في كل مرحله تدشن كما يقال مرحله جديده. يعني في الفتره الاونه الاخيره هذه المنظومات الصاروخيه، ايضا بالنسبه للقصف الجوي الاوكراني الذي استهدف العمق الروسي، كان بامداد من هذه الدول الغربيه ومن الناتو تحديدا. أعتقد أن أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها بكل بساطة. تخيلوا أنا أتحدث عن مدرسة فيها متنمر يقوم بالتذمر لأنه ضحية، عندما تحاول الضحية الفعلية أن تدافع عن نفسها. هذا أمر مرفوض تماما. لو كانت أوكرانيا تهاجم روسيا، ذلك لأن روسيا أساسا اجتاحت الأراضي الأوكرانية وهي تحتلها حاليا. ولو كان الوضع معكوسا بالطبع لكانت روسيا تملك الحق الكامل في الرد على أوكرانيا. لذلك لا أرى ما هو المنطق الذي نتبعه هنا، ما هو الذي تريده روسيا من كل ما يحدث؟ هل تريد لكل البلدان أن تعلن الاستسلام في مواجهة تكتيكاتها وأن لا تواجه هجومها؟ لكنا قد فعلنا ذلك في خلال الحرب العالمية الأولى، ولا أمكن روسيا أن تفعل ذلك عام أو خلال الحرب العالمية الأولى. ولو لم تقاتل روسيا وقتها لكان كل روسيا يتحدثون الألمانية اليوم. لذلك لا أرى لما يتم التأكيد على هذه الحجة التي لا تعتبر منطقية على الأقل. وكذلك لو كان الغرب يمد أوكرانيا بكل هذه الأسلحة الضرورية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، فهذا بالطبع لابد وأن يضيء على ما تقوله روسيا منذ سنة وأكثر. فتقول أن حلف شمال الأطلسي منشغل بتسليح أوكرانيا منذ 10 سنوات، ولكن لماذا الغرب تسارع لتوريد الأسلحة لأوكرانيا اليوم؟ إذن الإدعاءات الروسية كانت كاذبة، لكانت أوكرانيا تملك طائرات F-16 ولما كانت مضطرة لتتوسل الحصول عليها في كل أسبوع من الغرب. لذلك أعتقد أن كل هذه السردية فعلا ملتوية وبعيدة عن الحقائق. وبالطبع
سأعود إليك سيد مايكل لأفهم منك أيضا أهداف الغرب. نعم، الأهداف الغربية من استمرار مد أوكرانيا بهذا السلاح، وهل هو فرصة أعطاء أوكرانيا وكييف فرصة لتحسين الموقع لها على طاولة أو مائدة المفاوضات؟ ولكن اسمح لنا أن نذهب إلى هذا العرض، أنت وضيفنا السيد أونتيكوف، وأستأنف الحوار معكما بعد هذا العرض. إذن مشاهدينا، بعد 16 شهرا تقريبا على الصراع الأطلسي الروسي في أوكرانيا، شهدت فيها الحرب تحولات ومعطيات عكست رغبة أمريكية واضحة في تسعيرها. يربط البعض تلك الرغبة مع ما كشفت عنه صحف غربية أن واشنطن تريد من أوروبا شراء أسلحة أمريكية. يرى البعض أن الحرب باتت أشبه بطوق نجاة للولايات المتحدة للإبقاء على قيادتها للعالم بعدما أصابها من وهن وتراجع في النفوذ واهتزاز ثقة الحلفاء في أوروبا وكذلك في الشرق الأوسط، وهو ما شجع البعض على تحدي الهيمنة الأمريكية. وفي هذا السياق تستنفر بعض الدول الأوروبية لكي يكون لأوروبا هامش مناورة في القرارات العسكرية بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. فبرلين تسعى لبناء جيش قوي يدافع عن أوروبا كما يقول المستشار الألماني أولاف شوتس، فيما تبرز معارضة باريس لتعيين وزير الدفاع البريطاني بن وولس أمينا عاما لحلف الأطلسي على ما تقول صحيفة تيليغراف، التي تشير إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد رئيسا من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تعد جزءا من مسعى فرنسي لجعل الكتلة مستقلة عسكريا وأقل اعتمادا على واشنطن. أستأنف الحوار معك سيد أونتيكوف من موسكو، هل يعني وأنطلق مما قاله الرئيس بوتين وكذلك المتحدث باسم الكرملين، هل اليوم بالنسبة لروسيا هي لا تتعاطى مع هذه الحرب كأنها حرب روسية أوكرانية، بل كما قال الغرب يعتبر الحرب في أوكرانيا حربا بالوكالة مع روسيا، وبتنا أمام حرب ومواجهة روسية أطلسية، وهذا ماذا يفرض بالمستقبل على سيناريوهات واستراتيجيات روسيا إذا ما استمر هذا الدعم الغربي بإطالة أمد الصراع في حرب تدور رحاها في أوكرانيا؟ أوكرانيا أصبحت فقط مكانا لتصفية الحسابات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ليس أكثر. هي ليست حرب روسية الأوكرانية، ولكن الهدف الرئيسي هو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية طبعا إضعاف روسيا، إزالة روسيا من يعني صفوف اللاعبين الأهم على الساحة الدولية، والانتقال ثم إلى الصين الشعبية للتعامل مع الصين الشعبية يعني لتكرار نفس المثال عن طريق تايوان، استغلال قضية تايوان لأجل يعني ضرب وإضعاف الصين الشعبية. أي هناك أمريكا تقول بصراحة وقالت منذ بعض السنوات بأن توجد هناك الدولتان التي تشكلان التحدي الكبير بالنسبة لواشنطن، وهما طبعا روسيا والصين. فلذلك من الواضح أن الاستراتيجية الأمريكية تهدف للتخلص من هذه المخاطر أو هذين المخطرين. ولكن سيد أونتيكوف، هل هي مقاربة أمريكية فقط؟ لأننا نلاحظ أيضا الصراع هو السمة البارزة للعلاقات البريطانية الروسية، وهذا ما تجلى واضحا بمواقف بريطانيا في هذا الصراع منذ عام ونصف. أنا أعتقد أن لا توجد هناك إن صح التعبير الوحدة في صفوف حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، توجد هناك دول أكثر تشددا حتى مقارنة مع الموقف الأمريكي، وهي بريطانيا، بسبب أن بريطانيا فعلا تحاول أن تفرض مزيد ومزيد من التصعيد في هذه الأزمة، بينما توجد هناك دول التي برأيي الشخصي ضمنيا تسعى لتهدئة الأمور ولترتيب الأمور، ورويدا رويدا إقامة إعادة الإقامة العلاقات الاقتصادية مع روسيا. ومن بين تلك الدول طبعا توجد هناك ألمانيا وفرنسا، وبشكل عام أكثرية الدول الأوروبية، إيطاليا، إسبانيا وغيرها من الدول. فلذلك ولكن على رأسها كل تلك الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا هي صاحبة القرار. وبالنسبة لإطالة أمد العمليات القتالية، أنا ذكرت سابقا بأن نحن حاليا نشاهد ما يسمى بالهجوم المضاد الأوكراني، هذا الهجوم ليس ناجحا،
لحد الآن. سنتابع الأمور في المستقبل القريب كيف ستتطور الأحداث على ساحة القتال، ولكن مبنيا على هذا الهجوم المضاد، نتائج هذا الهجوم المضاد ستكون هناك استنتاجات حول تطور هذه الأزمة، إما في حال فشل هذا الهجوم المضاد، إما التراجع الأمريكي عن دعم أوكرانيا رويدا رويدا، أو في حال نجاح هذا الهجوم المضاد، وأنا بصراحة أشك في ذلك، ستكون هناك مزيد ومزيد من التزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية. ولكن من جديد أقول، كل المؤشرات حاليا تقول بأن في الظروف الحالية لا توجد هناك آفاق لانتصار بالنسبة للجيش الأوكراني، بسبب أن روسيا قامت ببناء الخطوط الدفاعية عميقة جدا يعني، وكذلك تسيطر على الأجواء الأوكرانية. وأيضا نحن قد شاهدنا النتائج الأولى لهذا الهجوم المضاد والخسائر الكبيرة علما في أن هذا التقنيات الهجوم المضاد أيضا مدعوم غربيا من دول الناتو ومن الدول الغربية، ولا تخفي ذلك، يعني تشهر ذلك وتصريحات واضحة من قبل هذه العواصم. ولكن أيضا بهذا الإطار سأعود إليك سيد أونتيكوف، إذا كانت بالفعل روسيا، وعبر مرارا الرئيس بوتين بأنها ليست حرب أو مواجهة روسية أوكرانية بل روسية أطلسية، وهي تمهد لولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. ومن هذه الجزئية أتحول إليك سيد مايك، يعني في ضغوط تمارس من قبل واشنطن على الدول الأوروبية، واضح من خلال الموقف الألماني، الموقف الفرنسي، يحاولون خلق هامش من المناورة في القرارات العسكرية مع يعني التي هي بقيادة واشنطن، بقيادة الولايات المتحدة. واضح ذلك من خلال المعارضة الفرنسية لموقع الأمين العام لحلف الناتو وزير الدفاع البريطاني. ما مدى قدرة الأوروبيين على التحرر من هذه السطوة الأمريكية؟ ولماذا الموقف البريطاني دائما يوظف الجهود في هذا المقلب الأمريكي أو في هذا القارب الأمريكي؟ Well, I think it's interesting that you're talking about NATO initiatives and US hegemony. أعتقد أنه من المثير للاهتمام أنكم تتحدثون عن مبادرة خاصة بحلف شمال الأطلسي وكذلك هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تتحدثون عن دول ضمن هذا الحلف تقوم بتحرك في سربها الخاص، فكيف لنا نتحدث عن هيمنة مطلقة لا وجود لمبادرة تطبق من حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا؟ ومجرد أن موسكو تصوغ الأمر على هذا النحو، هذا يؤكد على أن عقلية وذهنية الحرب الباردة لا تزال حاضرة لديهم. بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن لنا أن نقول أنها تتمتع بالهيمنة العسكرية إلى حد كبير، لكن في المقابل لم تستثني دولا أخرى مثلا في أوروبا، ولم تمنعها من اعتماد نهج متباين وعلاقات متباينة مع أوكرانيا والنزاع في أوكرانيا. هذا لم يحد من حرية هذه البلدان في التحرك. وبالنسبة إلى التفاصيل الأخرى، ما يحدث يعيد أوروبا إلى وضعية مستدامة عسكريا نوعا ما، حيث لا تعود مضطرة إلى الاعتماد بشكل كامل على التدخلات العسكرية الأمريكية. ولقد شهدنا الانسحاب الكبير للقوات الأمريكية العسكرية من أوروبا على مر السنوات الثلاثين الماضية، وحتى عام 2014 لم يكن في بلدان البلطيق مثلا تواجد لأي قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي. بالطبع هذه العملية تتطلب وقتا طويلا، وهي عملية مكلفة إلى حد كبير، ولابد أن نراعي الوضع الاقتصادي في أوروبا، فهو ليس في أفضل أحواله على أقل تقدير اليوم. لذلك أعتقد أن هذا التحول هو مسار مستمر، ولكل دولة سرعتها في التحرك. صحيح أن المملكة المتحدة إلى جانب مثلا بولندا ودول البلطيق تميل إلى أن تكون أكثر صرامة في التصرف مع روسيا، لأنها قد عرفت تجارب ندية أكثر في التعاطي مع التدخلات الروسية في أوكرانيا، ولا يمكن لنا أن ننكر ما حصل كذلك على مر التاريخ بين هذه الدول وروسيا، وهو مسؤول عن طبيعة العلاقات القائمة وما اعتبر كذلك من أحداث كبرى في المملكة المتحدة، إلى جانب بالطبع ما حصل من تطورات على مستوى ملف القرم عام 2014 وكذلك في عام 2022.
ولكن سيد إنغرام، يعني هذا بالتاريخ كما تتحدث عن سمة العلاقات البريطانية التاريخية الروسية، وبجملة أساسية هل يمكن القول بأن الولايات المتحدة وحلف الناتو يتعاطى مع هذه الحرب بأنها طوق النجاة له للمحافظة والحفاظ على هذا النفوذ وقيادة العالم في ظل هذا التراجع الواضح وتحرر الكثير من الدول والعواصم الغربية من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا النظام الرأسمالي؟ Well, as I've indicated, there is no US hegemony, perhaps only in a military sense. So كما قلت، لا يمكن لنا أن نتحدث عن هيمنة أمريكية إلا ربما في الشق العسكري، فالأمريكا لم تمنع مثلا البلدان والدول الأوروبية المختلفة عن شق طريقها الدبلوماسي، وكما ذكرت تبرز رغبة متنامية على مستوى هذه الدول لتطوير مسارها الخاص بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة إلى مثلا مسعى حلف شمال الأطلسي كما تقولون لاستيلاء العالم، لا أعتقد أن ذلك هو ما يحدث. فإذا ما نظرنا إلى ما حصل مؤخرا في حلف شمال الأطلسي، نرى أن دول مثل فنلندا والسويد قررت مثلا أن تنضم إلى الحلف، وذلك نتيجة الاجتياح الروسي لأوكرانيا بصورة مباشرة. بالتالي لو كانت تقضي الفكرة الأساسية بالنسبة لروسيا بإضعاف حلف شمال الأطلسي من خلال هذه الحرب، فقد كان الأثر عكسيا، لأن ما حصل هو زيادة لأعضاء الحلف. لكن مسألة أخرى لم نأتي على ذكرها بعد، لماذا أساسا روسيا بحالة أشد ضمانات أمنية؟ هي البلد الأكبر مساحة في العالم، وهو البلد الذي يتمتع بأكبر عديد جيش تقليدي، ولروسيا نظام أسلحة متطور، ولروسيا كذلك ترسانة نووية أسلحة نووية تكتية على أراضي بيلاروسيا. الضمانات الأمنية تسعى إليها دول عادة غير قادرة على دفاع نفسها، لكن روسيا بالطبع قادرة على دفاع نفسها، وأي طرف يتجرأ على اجتياح روسيا يعرف أن تبعات ذلك ستكون كارثية، ولذلك لم يحدث. ولكن نتحدث أيضا تاريخيا، أوكرانيا ماذا تعني لروسيا وتهديد الأمن القومي الروسي؟ انطلاقا من ذلك هي تبرر هذه العملية العسكرية. سيد أنتيكوف، لديك حق الرد على هذه الجزئية، ولكن سأختم بشكل أو بآخر. المعسكر الغربي يتعاطى مع هذه الحرب كجزء أساسي من إمكانية المحافظة على السيطرة أو المحافظة على النفوذ الأمريكي وكذلك المعسكر الغربي، فيما روسيا تمهد وكأنه هذه الحرب هي المبشر لمرحلة جديدة في النظام العالمي المتعدد الأقطاب. هل من هذا المنطلق يمكن دراسة وفهم السلوك والاستراتيجية الروسية في التعاطي مع العملية العسكرية وحلفاء؟ صحيح، المشكلة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بشكل عام تحاول أن ترسم ما حصل كأن روسيا قامت باعتداء على أوكرانيا بدون أي مبررات، ولكن نحن نعلم أن قبل هذه العملية العسكرية كانت هناك الاتفاقيات مينسك والتي لم تدخل حيز التنفيذ، كانت هناك مطالب الروسية في تقديم الضمانات الأمنية من قبل واشنطن وحلف الناتو، وكذلك بدون الاستجابة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك كان، ومع علم أن أوكرانيا قامت بقصف كل من قبل كل شيء دونيتسك منذ عام 2014، العمليات القتالية كانت مستمرة منذ الفترة الطويلة، ولكن فلذلك على ما يبدو لم يكن لدى روسيا خيار آخر لبدء هذه العملية العسكرية في أوكرانيا لكي لا تشكل أوكرانيا تحديا بالنسبة لموسكو وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الدولية. فهنا نقول بأن في حال فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا، ففي حال تحقق روسيا على الأقل بعض الأهداف على ساحة القتال وعلى في مجال السياسي الاقتصادي، فطبعا هي ستكون ضربة قوية ضد الهيمنة الأمريكية. على ما يبدو هي ستكون رسالة لأكثرية دول العالم والتي يمكن أن تلقيها عن طريق كأن أمريكا ليست قادرة للتعامل مع كل التحديات صادرة من الخارج، توجد هناك نقاط الضعف لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حال يضغط أحد بقوة وبشكل مستمر فأمريكا يمكن أن تتراجع عن موقفها. فطبعا هذا على ما يبدو الهدف الرئيسي، الهدف
صح، تعبير فلسفي ربما بالنسبة لروسيا. الهدف الذي في نهاية المطاف ستؤدي إلى إعادة النظر على العلاقات الدولية، ليس فقط ليس فقط لروسيا، ضد يعني روسيا نتحدث أيضا بل حتى للمعسكر بالنسبة للعالم الشرقي وحتى العربي. صحيح للكثير من الدول التي اليوم ترفض هذه الهيمنة، مثلا مثل منظومة دول الأبريكس. على كل الأحوال شكرا جزيلا لك سيد أندري أونتيكوف الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من موسكو. الشكر موصول لك سيد مايك إنغرام المحلل السياسي والاستراتيجي، كنت معنا من لندن. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لاستكمال ومناقشة ملفنا الثاني في المسائية، فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتم. من جديد أهلا بكم. نحو مستوى خطير تدفع إسرائيل بالوضع في الضفة الغربية، فأن تقر حكومة الاحتلال خطة ضمن مشروعها الاستيطاني الأضخم، وأن تضع صلاحيات المصادقة على خطة البناء بيد أحد أعتى متطرفيها إسرائيل سموتريتش، وأن تقلص مراحل المصادقة عليها، كل ذلك لعب بالنار، هكذا يقول الفلسطينيون. وإذا كان المستوطنون يرون في الخطة الاستراتيجية فرصة ذهبية للقضم والسرقة والتهويد وضم الضفة، فإن أصحاب الأرض يعدونها محطة جديدة للمقاومة بكل أشكالها. عند الحديث عن إسرائيل الكيان الاحتلالي في جوهره، سريعا يطغى المسلسل الطويل لاستيطان الأراضي الفلسطينية، ومنذ ما قبل النكبة وحتى الآن لا يزال الإمعان في ذلك مستمرا. فخلافا للوضع القائم منذ 25 عاما، وافقت الحكومة الإسرائيلية على قانون يختصر المصادقة على الاستيطان في الضفة الغربية من 6 مراحل إلى 2 فقط. القرار سيسمح ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، بحيث سيتم الترويج للبناء من دون موافقة المستوى السياسي، وستكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة وزير مالية الاحتلال بتسائيل سموتريتش، ما يعني تسريعا واضحا لعملية تهويد الأرض قد يفتح الباب على تصعيد ميداني وسياسي مع الفلسطينيين. وفيما يغيب الردع الدولي، تكشف الوقائع على الأرض أن الإدارة الأمريكية لم تفعل شيئا لوقف المشروع هذا رغم إشاعة معارضتها له، فيما تنشغل بالملفات الدولية الساخنة، وهو ما تحاول حكومة بنيامين نتنياهو استغلاله، ولا سيما لجهة تعزيز الاستيطان ورفع وتيرته بشكل غير معهود في ظل حكومة يمينية متطرفة. في المقابل يخرج الموقف من جميع الفصائل الفلسطينية موحدا على رفض القرار ومواجهته والتحذير بأنه سيجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد. وبينما يسعى الاحتلال إلى التهام المزيد من الأراضي، يمعن من جانب آخر في انتهاك حقوق الأسير الفلسطيني حتى وهو في مراحل صحية حرجة. هذا ما تفعله حكومة نتنياهو اليوم مع الأسير وليد دقة، مع تأجيل متكرر لطلب الإفراج عنه، فيما ارتقى قبله آخرون على درب الشهادة كالأسير خضر عدنان. ولمناقشة ملفنا الثاني في المسائية نرحب بضيفنا من رام الله الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي. مساء الخير دكتور مصطفى، كيف قرأتم هذه الخطوة التصعيدية من قبل إسرائيل بتشريع الاستيطان؟ هذه خطوة خطيرة وإن كانت متوقعة من قبل الحكومة الفاشية الإسرائيلية. علي أن أذكر أن بتسليل سموتريتش، هذا الفاشي الأرعن المتطرف الذي يصف نفسه بأنه فاشي وهو نفسه مستعمر مستوطن، هذا الرجل عين ليس فقط وزيرا للمالية بل عين في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا كوزير للضفة، مسؤول عن الضفة الغربية، أي أنهم بمثابة من وضعوا المستوطن المستعمر الفاشي حاكما عسكريا للضفة الغربية، وهو الآن مسؤول حسب القرارات الإسرائيلية مسؤول عن تشريع الاستيطان. وهذا يعني وهو مستوطن وعد أصلا بأن ينشر الاستيطان في كل مكان، لديه سلطتان، السلطة الأولى سلطة تشريع المستوطنات والسلطة الثانية تمويل المستوطنات وتمويل البناء الاستيطاني، بالإضافة إلى ما ذكرتموه عن اختصار درجات الموافقة على المستعمرات الاستيطانية من 6 إلى 2 فقط. عمليا هذا يعني
ثلاث أمور. أولا يعني نهاية فكرة حل الدولتين، هذه فكرة أعدمها الإسرائيليون وأعدمتها هذه الحكومة الفاشية. ثانيا هذا إعلان لمخطط ليس فقط لبناء المستعمرات بل للضم والتهويد، ضم الضفة الغربية بكاملها. وثالثا هذا مخطط لتغيير الواقع كما يريد سموتريتش، الذي والآن أريد أن أذكر لكم كلماته، قال يجب أن ننشر في الضفة الغربية مستعمرات والمستعمرين المستوطنين بكثافة بحيث نملأها من المستعمرين بحيث يفقد الفلسطينيون أي أمل لهم بدولة مستقلة، ولا يبقى أمامهم سوى واحد من ثلاثة خيارات، إما أن يرحلوا أو يخضعوا للفاشية الإسرائيلية أو يموتوا كما قال. أنا برأيي هذا المخطط أخطر حتى من مجرد إلغاء حل الدولتين وأخطر من مجرد الضم والتهويد. هذا يمهد الطريق لما يحلم به سموتريتش والفاشيون من أمثاله مثل بن غفير وكذلك نتنياهو رئيس حكومتهم في ترحيل الشعب الفلسطيني وتنفيذ تطهير عرقي ضده كما جرى في عام 2008. ولكن يدرك نتنياهو إرضاء هذا اليمين المتطرف، ما هي النتائج والتبعات؟ يفتح الباب على مصراعيه أمام تصعيد ميداني وسياسي، قادر على تلقف التبعات والنتائج نتنياهو الآن؟ أولا دعيني أوضح، نتنياهو لا يفعل ذلك إرضاء لسموتريتش، وإن كان طبعا يريد أن يرضي هذا اليمين العنصري المتطرف الديني في حكومته، هو يرضي نفسه قبل أن يرضي سموتريتش، لأنه هذا هو مخطط نتنياهو منذ عام 1994 عندما كتب كتابه الشهير مكان تحت الشمس، وقال أنه لا مكان لدولة فلسطينية مستقلة ويجب أن ننشر الاستعمار الاستيطاني في كل مكان. فبالتالي هذا المخطط الذي ينفذ هو مخطط نتنياهو، ولكن نتنياهو يستغل سموتريتش ليوهم بعض الأطراف الدولية أنه هو أمامه لسه في متطرفين أكثر في حكومته. دعيني أذكر أن نتنياهو لم يدن مرة واحدة تصريحات سموتريتش حول طرد الفلسطينيين وحول إلغاء وجود الفلسطينيين وحول إخضاع الفلسطينيين، ولم يدن مرة واحدة وصف سموتريتش نفسه بأنه فاشي. بالتالي هذا المخطط هو بالضبط ما يريد نتنياهو، وهذا ما خطط له طوال حياته السياسية. والرسالة هنا واضحة للفلسطينيين، والرسالة التي يجب أن يفهمها العرب أيضا والمسلمون جميعا، أنه لا حل وسط مع الحركة الصهيونية، وإسرائيل غير مستعدة لأي حل وسط، ولن تريد حلا وسطا، وبالتالي ليس أمامنا سوى مقاومتها والكفاح ضدها. أما بيانات الإدانة والاستنكار التي سمعناها اليوم من حكومات عربية وحتى من السلطة الفلسطينية فهي لا تعني شيئا لنتنياهو ولا تؤثر فيه. الذي يؤثر فيه فقط أمران: المقاومة على الأرض والكفاح ضد مشروع الضم والتهويد وفرض العقوبات والمقاطعة على هذه الحكومة الفاشية. وأنا لا أفهم بعد كل ما جرى وبعد كل هذا الإجرام لماذا لا يعلن جميع العرب مقاطعتهم الشاملة لهذه الحكومة الفاشية العنصرية المجرمة. وهنا ما مدى قوة الموقف الفلسطيني الذي تبعناه ببيانات متتالية لفصائل المقاومة بشكل خاص، ونتحدث أيضا يعني بمجمل الفصائل الفلسطينية، يعني بأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية من خلال تسريع الاستيطان هذا والضم والتهويد كما ذكر دكتور مصطفى. ما هي نقاط القوة وما هو المفروض الآن على الفلسطينيين؟ أتحدث بالمستويين الشعبي والرسمي. على الصعيد الشعبي نقطة القوة الرئيسية لدى الشعب الفلسطيني هي الصمود والبقاء على أرض وطنه، وهذا الصمود والبقاء هو الذي يعقد حياة الحركة الصهيونية. حقيقة أنه رغم النكبة ورغم تهجير 7.5 ملايين فلسطيني لاجئ الآن، رغم ذلك عددنا اليوم على أرض فلسطين التاريخية أكثر من عدد اليهود الإسرائيليين. هذا الصمود يجب أن يعزز ويجب أن يسند، خاصة في المناطق المهددة بالاستيطان الاستعماري مثل مسافر يطا، مثل الخان الأحمر، مثل عين سامية، مثل الأغوار، مثل مناطق جيم التي يسمونها مناطق جيم والقدس والخليل وغيرها. نقطة القوة الثانية هي المقاومة. أن هناك جيل شاب فلسطيني مقاوم باسل مكافح لم يعد على استعداد بأي حال من الأحوال لأن يرضخ لهذا المحتل، وهو أكثر إصراراً وعزماً وعزيمة من أي جيل سابق على مكافحة ومقاومة
هذا المحتل المجرم. لكن نقطة الضعف التي لدينا، هناك نقطتان ضعف لابد من ذكرهما. نقطة الضعف الأولى استمرار السلطة في التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي واستمرارها بالتمسك بوهم أوسلو وحل أوسلو. هذا يجب أن ينتهي، ويجب أن يكون هناك موقف قاطع مانع بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل. وأيضا نقطة الضعف الثانية لدينا هي استمرار حالة الانقسام الداخلي، والتي يجب أن تعالج فورا، وهذا مطلوب من السلطة مثل ما هو مطلوب من كل القوى الفلسطينية، أن يكون توجه لبناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة على برنامج كفاحي مقاوم استراتيجي ضد الضم، ضد التهويد، ضد الاستيطان وضد الاستعمار الاستيطاني. لم يعد هناك سبب أو ذريعة أو وقت للتباطؤ في إنجاز هذه الوحدة الوطنية بسرعة وتشكيل قيادة وطنية موحدة تواجه إسرائيل وتواجه العالم بموقف فلسطيني موحد. النقطة الأخيرة التي أريد أن أذكرها هنا أنه آن الأوان لمراجعة الهدف الوطني الفلسطيني، وأنا أؤكد أن الهدف لا يجب أن يكون فقط إنهاء الاحتلال وهذا ضروري، وإنما يجب أن يكون أيضا إسقاط نظام الأبرتايد والتمييز العنصري في كل فلسطين التاريخية دون استثناء. طيب كيف يمكن استغلال ذلك على المسرح الدولي بهذا التوقيت تحديدا؟ لأنه في انشغال أمريكي بملفات دولية ساخنة أكثر، ولا سيما يعني نتحدث عن الحرب الأطلسية الروسية، أيضا إضافة إلى مواجهة مستمرة صينية أمريكية، في محاولة يعني انشغال الولايات المتحدة بهذه الملفات تستغل ذلك إسرائيل، وأيضا الجانب الفلسطيني انطلاقا من زيارة الرئيس أبو مازن إلى الصين وكأنها تبحث عن دور بديل للدور الأمريكي في شأن مفاوضات السلام أو إحياء حل الدولتين، رغم أنه من خلال هذه القرارات هي تلغي هذه الحلول إسرائيل. هل يمكن اليوم لفلسطين أن تستثمر هذا التوقيت الدولي والعالمي المهم لصالحها بمواجهة هذه السياسات التهويدية، السياسات أيضا الفاشية والاستعمارية التي تمارسها أو يمارسها الكيان؟ علينا أن نلاحظ أن نتنياهو الخبيث الذي ترفض حتى الآن الولايات المتحدة أن تدعوه لزيارتها بعد أن انتخب، هذا الخبيث يعرف أن هناك مفاوضات جادة وجدية بين الغرب ومن الولايات المتحدة وإيران لتمرير لاستعادة الاتفاق الإيراني. نعم، نتنياهو يريد، لا يريد ذلك، حاول أن يعارضه لم يستطع أن يوقفه، ولكن يريد أن يجعل الثمن الذي تدفع الولايات المتحدة لإسرائيل هو السكوت على الاستيطان والضم والتهويد في الضفة الغربية. هذا بالضبط ما يقوم به نتنياهو الآن في موضوع على صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة، ولذلك لا نسمع من الولايات المتحدة سوى كلام عام وبيانات عامة ودون أي موقف. لو أرادت الولايات المتحدة، لو أرادت، تستطيع أن تلجم نتنياهو في 3 دقائق أن تجبره على وقف الاستيطان فورا، ولكنها لا تريد، وهو الآن يريد أن يجعلها تدفع ثمن الاتفاق إن جرى مع إيران بالسماح له بالاستيطان والتهويد بشكل واسع. على الصعيد الدولي دعيني أقول بكل وضوح، هناك تحول عام على الصعيد الشعبي، وهذا على مستوى الشعوب الوضع أفضل بما لا يقاس من موقف الحكومات وخاصة حكومات الدول الغربية. أنا برأيي على الصعيد الدولي الشيء السلاح الرئيسي الذي يجب أن يستخدم هو فرض المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات على إسرائيل، ولدينا فرصة كبيرة جدا في هذا الاتجاه. العلاقات مع الصين مهم أن تتطور، مع جنوب إفريقيا يجب أن تتطور، مع روسيا يجب أن تتطور، مع كل دول العالم، ولكن يجب أن تتخلى السلطة الفلسطينية عن هذا الوهم اللي اسمه المفاوضات. طالما بيحكوا عن مفاوضات، طالما إسرائيل بتكسب وقت وتستمر في عملية ضم وتهويد الضفة الغربية وطبعا القضاء على فكرة حل الدولتين، السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن مطالب بأن يعيد النظر جذريا في النهج الذي فشل. اتفاق أوسلو فشل ونهج المفاوضات فشل، يجب إعادة النظر فيه وتوحيد كل الشعب الفلسطيني اليوم وكل القوى الفلسطينية على برنامج كفاحي وطني موحد، والتخلي عن أوهام المفاوضات والحل الوسط مع الحركة الصهيونية. لن يتغير واقعنا إلا بتغيير ميزان القوى على الأرض، وهذا لن يحدث إلا بالمقاومة والصمود وتوحيد الطاقات الفلسطينية وفرض العقوبات والمقاطعة على هذا الكيان الفاشي. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، كنت معنا مباشرة من رام الله.
وإلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.